مديرة مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية. الهدف من هذا الحفل ديال اليوم هو تشجيع المقاولين، المقاولة الصغرى من نساء ورجال اللي حاولوا يقتحموا ميدان المقاولة وخلقوا المقاولات ديالهم، وبجد والصبر حاولوا ينميوا المقاولات بعد الحصول على واحد القرض من مؤسسات التمويل الأصغر المغربية، وهذا مكنهم أنهم يخلقوا واحد دخل قار بالنسبة لهم بالنسبة للعائلات ديالهم، ويقوموا بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر ديالهم. للأسف الجائزة جات في واحد الظرف شوية صعب، هو ظرف الجائحة الكوفيد اللي ما مكنتناش أننا نحتفيوا بهاد الناس في المستوى اللي تيستهلوه، لأنه هاد الناس تيبرهنوا على واحد القوة، واحد المثابرة، واحد العزيمة أنهم يحسنوا الوضعية ديالهم ديال عائلاتهم. للأسف هاد الكوفيد 19 اضطرنا أننا نديروا هاد الحفل بشكل مصغر نظرا للظروف الخاصة، ولكن الحمد لله مكننا بأننا نحتفوا بهم ونوقفوا لهم إجلالا وتقديرا على المساهمة في الاقتصاد الوطني ديالهم، والمساهمة في الحد من البطالة. وتنتمنوا لهم التوفيق، وتنتمنوا أنهم يكونوا قدوة لمقاولين آخرين، لأنهم توما غيقتحموا هذا المجال، لأن ملي تيشوفوا شي واحد ناجح تيولي قدوة، تيولي لهم قدوة، وحنا تنعتزوا بهم بزاف، تنعتزوا بهم وتنتمنوا لهم التوفيق ومسيرة موفقة إن شاء الله لهم والعائلات ديالهم، وتنشكرهم لأنهم حاولوا يخرجوا من البطالة ويخلقوا مشاريع صغيرة اللي بدات تتكبر، ولأنها كلها تساهم اليوم في الاقتصاد الوطني. كلمة ديال الشباب بالنسبة للشباب اليوم، الفائزين اللي شفنا معظم ديالهم شباب، شباب اللي واحد النهار كانت عندهم فكرة المقاولة، وحاولوا بداك الفكرة المقاولة أنهم يقلبوا على سلف من المؤسسات ديال التمويل الأصغر، وحاولوا يخرقوا مشروع صغير. كاين اللي بدا مشروع في داره، كاين اللي بدا مشروع كمتجول، والحمد لله اليوم هذوك الناس وصلوا لواحد المستوى، المقاولة ديالهم وصلت مستوى عالي اللي ولاو اليوم يمكن لهم عندهم ديزومبلوي. وهذا يمكن الان شنو يمكنوا يقولوا للشباب، بانهم ياخذوا قدوه على هاد الناس، هذاك الناس زعموا وقرروا انهم يبداوا مشروع، وبداوا المشروع وربي يسر لهم، واليوم هما من الناس الفائزين لانهم تختاروا من بين 116 واحد. ماشي سهل باش تختاروا 27 من 116 واحد، معناتها بان المشاريع ديالهم مشاريع خاصه ومشاريع تستاهل باننا ننوهوا بها، وتنتمنى بان الشباب ديالنا يزعموا ويبداو مقاوله ولو صغيره، غادي تكبر ان شاء الله مع الوقت. واتمنى التوفيق لجميع الشباب المغاربه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.